نصف عام مر على تشكيل حكومة السوداني، والأنظار تتجه صوب القصر الحكومي حيث تفوح رائحة تغيير وزاري وشيك. ما قاعد أشوف وين الوزارات من هذا الالتزام. شنو الإجراء اللي صار؟ إش كم قضية؟ إش كم ملف انفتح؟ رئيس الوزراء أبدى عدم رضاه عن عمل بعض الوزراء في تطوير مؤسساتهم وخصوصا في مجال مكافحة الفساد. التعديل الوزاري وإن مر فإنه لن يكون من دون وقوف الكتل السياسية خلف وزرائها، وهو ما يتطلب جهودا إضافية للسوداني في إقناع القوى السياسية على إحداث إصلاحات حقيقية في حكومته. إلا أن نوابا يتحدثون عن امتلاك رئيس الوزراء ضوءا أخضر لإزالة أي عقبة تقف في وجه تحقيق برنامجه الحكومي. قطعا اليوم الحكومة لها مطلق الصلاحية، اتفقت كل الكتل السياسية على دعم هذه الحكومة، لأن هذه الحكومة هي الفرصة الأخيرة، هي حكومة خدمات، هي حكومة إصلاح، هي حكومة وضع مؤسسات الدولة بالمسار الصحيح. لذلك نحن مع كل خطوة يتخذها السيد السوداني وداعمين دعم كامل باتجاه المضي قدما بمحاربة الفساد. ورغم حديثا عن دعم غير محدود سياسيا لأي تعديل وزاري، ترى بعض الكتل ضرورة عدم إحداث تغيير على مستوى حصص المكونات، ما قد يولد خلافا يعيد البلاد إلى مربع النزاع والانسداد. احنا يعني داعمين لان يطبق هذا البرنامج الحكومي، اما التغييرات الوزاريه اللي يعني يحب ان يقوم بها السيد السوداني اذا كان هناك على اسس قانونيه ودستوريه بالتاكيد، ولكن مع الحفاظ على استحقاقات المكونات. التعديل الوزاري يعد جزءا من صلاحيات رئيس الوزراء، وان بدا فان الخبراء يرجحون امتداده من حقائب الوزراء الى المحافظين والوكلاء بهدف المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، لكنه قد يحدث مطبات في طريق الحكومة المعبد. من بغداد علي أسد، يو تي في.